بمناسبة الحملة الوطنية للتحسيس بأهمية ألف يوم من حياة الطفل، كنا في استشارة مع الدكتورة مريم طيوري بجماعة منواصر، اللي استفدنا منها مجموعة من المعلومات حول الطفل، خصوصا الطفل الرضيع ومرحلة الحمل. بالنسبة لمرحلة الحمل، الأم في 3 شهور الأولى ضروري خاصة تدير استشارة طبية، حيث كتستافد من مجموعة من الأدوية، على سبيل المثال أسيد الفوليد اللي كيعاونها باش تكتسب مناعة. واستفدنا بلي راس الشهور الاولى ديال الزياده ديال الطفل ما كيكونش محتاج الماء، حيت الحليب ديال الام كافي. وكانت هذه الندوه في مركز الهلال الاحمر المغربي بالنواصر، اللي كان بتواجد مجموعه من الامهات والمؤطرين لهذا المركز. اليوم كان يوم مهم جدا في مركز الهلال الأحمر المغربي بإقليم النواصر، وكانت هناك ندوة طبية وصحية مع الدكتورة مريم طيوري، وكانت محور الندوة يتمحور حول صحة الأم والجنين، وخصوصا في المرحلة الأولى من الحمل. خلال 3 أشهر الأولى يجب على الأم أن تتجه إلى مركز الصحي. عدة أشياء مهمة تتعلق بصحة الأم والجنين، خصوصا خلال الفترة الأولى من الحمل 3 أشهر الأولى يجب استشارة طبية لأخذ بعض الأدوية التي تساهم في نمو الدماغ للجنين وكذلك لصحة الأم. وخلال الشهر 8 و9 يجب تناول عدة فيتامينات من الحديد، وخاصة بعد الولادة يجب، أهم نقطة هي الرضاعة الأولى، الساعة الأولى مهمة جدا. وبهذه المناسبة كنبغي نوجه شكر خاص جدا لمركز الهلال الأحمر المغربي، لأنني استفدت منه بزاف الحوايج وعطانا فرصة باش نتعرفوا على ناس جداد وعلى معلومات جديدة اللي كتفيدنا في حياتنا اليومية مع الأسر ديالنا ومع الوليدات ديالنا. كنا كنرتكبوا شي حوايج خاطئين، وأنا أكثر وحدة كنستافد لأنني أم لطفلين والآن حاملة في الشهر الخامس، واستفدت بزاف الحوايج لان كنت كنديرهم في حياتي غالطين. بالنسبه بحكم انني انا ام، يعني استفدت اليوم من هذه الدوره هذه مع الدكتوره مريم طيور، يعني استفدنا بزاف ديال الحوايج بالنسبه لعلاقه الام مع الطفل ديالها بعد الولاده. يعني ديك الساعات الاولى بعد الولاده يعني كيكون عندها واحد التواصل، يعني وعندها واحد الايجابيه يعني زوينه على الطفل ديالها. يعني من بعد 5 سنوات المقبله يعني كتكون الجنين تيستافد منها بزاف الحوايج. اهم حاجه استفدت منها هي يعني من بعد، اول حاجه الرضاعه ديال الطفل هي الاولى، يعني اللي تياخذ بعد داك الساعه الاولى يعني تتكون عندها واحد الايجابيه زوينه يعني على الطفل من بعد 5 سنوات. وبحكم الرضاعه الطبيعيه للام يعني تيكون عندها واحد الايجابيه على الصحه ديالها، يعني عندها بزاف الفوائد على الصحه ديال الام وديال الجنين. وبالنسبه للحاجه الثانيه اللي استفدت منها اكثر هي بعد الطفل كيفاش كيبدا، يعني كيكون عنده واحد التواصل كبير مع الام ديالو وشكل كبير على الدماغ ديالو، يعني تيكون عنده واحد الذكاء كبير على فرق ما بينه وبين الطفل اللي تيكون عنده يعني رضاعه اصطناعيه ماشي رضاعه طبيعيه. في اطار الانشطه التي يقوم بها المكتب الاقليمي للهلال الاحمر المغربي باقليم النواصر، نظمت اليوم ندوه حول الرضاعه الطبيعيه بمناسبه اليوم الوطني للتحسيس باهميه ألف مولود اليوم الاولى من حياه الطفل. حضرها عدد كبير من المسعفات وامهاتهم، ساهموا بشكل كبير بمناقشه حول الموضوع. طرقت الدكتورة مريم طيوري من مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم النواصر عدة مواضيع، من بينها الصحة والتغذية الأم والطفل والرضاعة الطبيعية والتغذية التكميلية، وكذلك التوازن الغذائي خلال فترة الحمل وسلامة الصحة الأغذية بعد الحمل وخلال فترة الرضاعة. وهذا الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة ساهمت بشكل كبير في نمو السليم لدماغ الطفل.